السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمتابعينا في دورة تحويل الكلام المباشر إلى غير المباشر. اليوم إن شاء الله سنواصل حديثنا في هذا الموضوع وننتقل إلى الدرس الرابع. الدرس الرابع اليوم سيكون إن شاء الله آخر درس في هذه الدورة، وبعدها سنأخذ يعني اختبار نهائي حول كل الدروس الأربعة. لكن خلينا نذكر إيش الدروس اللي أخذناها حول موضوع تحويل الكلام المباشر إلى غير المباشر. نذكرين الدرس الأول كان وضحنا فيه معنى دايركت سبيتش وريبورت سبيتش، يعني كيف بيختلف الكلام المباشر اللي هو دايركت سبيتش عن الكلام غير المباشر اللي هو ريبورت سبيتش. وبعدين تكلمنا عن شيء مهم اللي هو انترودكتوري فيرب، يعني الفعل الأول هذا اللي بيكون زي سي أو سيد أو هاز سيد، هذا مهم جدا نعرف شو بيعمل. وانتقلنا بعدها إلى تحويل الستيتمنتس. الستيتمنتس المقصود فيه الجمل الخبرية، يعني الجمل العادية من كلام مباشر إلى غير مباشر، وركزنا على التنسز يعني على الأزمنة. في الدرس الثالث انتقلنا لتحويل الأوردرز يعني الأوامر وريكوست يعني الطلبات، يعني تطلب من واحد يعمل شيء مثلا ريكوست هو طلب بلطف عادة. تحويل إذن الأوامر والطلبات من الكلام المباشر إلى غير المباشر، حبينا نستعرض هاي الأمور لأنه هاي هي الموضوعات يعني بتكلم فيها أو بتتكلم فيها دورة تحويل الكلام المباشر إلى غير المباشر. إذن هي عبارة عن تحويل الجمل العادية، بعدين تحويل الأوامر والطلبات، واليوم أخيرا سنتحدث في الدرس الرابع حول تحويل الأسئلة من الكلام المباشر إلى غير المباشر، changing questions from direct speech into reported speech. وهنا نتكلم عن نوعين من الأسئلة، WH questions و yes no questions. طبعا رحين نحكي بالتفصيل عنهم. WH questions يعني اللي هي الأسئلة اللي بتبدأ ب WH، زي where هاي WH، what WH، how طبعا هاي H، who، why، when، هاي بيسموها WH word questions. النوع الثاني من الأسئلة قلنا yes no questions، اللي هي يعني بتحتمل الإجابة بيس أو نو. إذن هاي هي أنواع الأسئلة اللي رايحين يعني نتعامل معها في هذا الدرس اللي هو WH questions و yes no questions. الآن في قواعد أساسية لازم يعني نحفظها، وإذا ما حفظناها يعني نفهمها في موضوع تحويل الأسئلة. Use verbs like asked, wanted to know. يعني في الجمل كنا نستخدم said ونستخدم told، لا هنا نستخدم أفعال مختلفة، نستخدم asked لأنه سؤال ونستخدم wanted to know. Don't use the verbs said or told. ما عندنا هنا said or told، عندنا asked, wanted to know. طبعا ممكن يكون أفعال أخرى غير wanted to know، بس هاي الشائعة. Change the question into statement. هاي قاعدة مهمة جدا 3، وهي أنه أي سؤال لازم نحوله لجملة، إذا ما حولناه معناته أشطب على 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 هذا السؤال. إذا أي سؤال هم نحكي على أسئلة، أي سؤال لازم تحول له statement يعني إلى جملة. Change the tense of the verb if the reporting verb is in the past. طبعا reporting verb اللي هو introductory verb، الverb الأول إذا في عنا ask أو wanted على طول نفكر نحول أي فعل مضارع نحول للماضي. هاي قاعدة، أي شيء مضارع حول للماضي، وأي ماضي بسيط نحول لماضي تام. هاي قاعدة يعني ممتازة جدا. إذا لما أشوف أنا مضارع أفكر بالماضي، أشوف ماضي بسيط أفكر بالماضي التام. طبعا سبق وأحكينا هذا الكلام في التنسز، ممكن ترجع له في الدرس الثاني. If there is a WH question word, use it. إذا في عندنا في السؤال WH word يعني where بستخدم where، when بستخدم when، وهكذا. طيب إذا ما في عندي WH word، if there is no WH question word، بقول لك استخدم if أو whether. إذا ما في عندك WH question معناته السؤال بيكون yes no question، وبالتالي بستخدم if أو whether، رايحين نجي لها.
حتى توضح هاي القواعد خلينا نأخذ أمثلة. He said to me, where do you live? لاحظوا He said to me. الآن ننحول هذا كلام مباشر، ننحول لكلام غير مباشر. He said to me. Said to صارت asked. He asked me. ليش؟ لأنه هذا سؤال. Where do you live? إذن he asked me. Where ظلت where؟ لاحظتوا السهم؟ Where ظلت where؟ إذن بستخدم نفس WH word. الآن do و does و did، احفظها هاي. Do و does و did، احذف. احذف لما نحول من مباشر لغير مباشر، احذف، مش لازم تظهر هنا. إذا دو حذفناها. الآن يو حولناها لآي، وطبعا قلنا أي مضارع نحوله لماضي. إذا live بصير lived. إذا he asked me where I lived. أتوقع واضحة جدا وبسيطة. حذفنا دو وحولنا يو لآي وليف صارت lived. طيب he said to me why don't they speak French. لاحظوا هنا استخدمت أنا نفي. النفي ما بنحذفه. آه لاحظوا أنا قلت بالسؤال، لكن هنا النفي منحوله. He asked me why ظلت why. الآن don't شو الماضي منها؟ didn't. إذا حولنا المضارع على الماضي. Why they didn't. لاحظتوا don't they نقلبها، لازم نعملها statement منجيب they قبل they بعدين didn't. إذا قلت why didn't they غلط، لأنه ظلت سؤال. إذا why they didn't وبكمل speak French. He said to me do you live in Jeddah. لاحظتوا هذولا سؤالين مثالين على WH questions. هنا أجينا الآن لل yes no question. يعني مثل هذا السؤال ممكن أجاوبه ب yes أو no. Do you live in Jeddah? Yes I do أو no I don't. إذن هذا yes no question. طب كيف منحوله؟ He asked me. Said to صارت ask. لاحظوا أنه do هنا بتخليني أستخدم if أو whether. طبعا do راحت. قلنا بالسؤال do تحذف. إذا بكونه في دو، إذا حولنا الدوهان، خلينا نقول حذفناه وحطينا مكانها if أو whether. يعني he asked me if I live بصير lived in Jeddah، أو he asked me whether I lived in Jeddah. عندك خيارين، إما بستخدم if أو whether وكلاهما صحيح. He said to me what did she need yesterday. لحظة هاي فيها تحويلات كثيرة. أول شيء said to تحولت لا wanted to no he wanted to know. what ظلت what زي ما اتفقنا WH word بتظل زي ما هي. did اتفقنا نحذفها، هاي حذفنا did. لكن هاي tense simple past انتبهوا، شي ظلت شي. لكن هنا did حذفناها واخذنا هنا past perfect. اذا ليش اخذنا had needed مش needed؟ لانه الجملة simple past، واحنا اتفقنا انه سيمبل باس تحول لباس بيرفكت. شو يعني باس بيرفكت؟ باس بيرفكت بتاخذ هاد من عندك وبتاخذ التصريف الثالث من الفعل هذا، بس هذا هو الباس بيرفكت. هاد بنجيبها من عندنا والتصريف الثالث من الفعل هذا. اذا هاد نيدد. طبعا يسترداي بصير ذا داي بيفور او ذا داي بيفور يسترداي. هي سيد تو مي كمان هذا ديد بدا بديد. اذا هذا سيمبل باس. قلنا did بنحذفها من السؤال زي ما حذفناها هنا، وبنستخدم بدالها if أو whether. he asked me if طبعا you بصير I need. هذه نفس الشيء، هذا simple past بحولها ل had needed زي ما قلنا past perfect، عبارة عن had وتصريف ثالث append. ويسترداي أصبح the day before yesterday. أتوقع إن شاء الله يكون واضح. نأخذ مثال آخر. He said to me why is Ali absent. لاحظوا هنا يعني مثال مختلف، لا في do ولا does ولا did. why is Ali. لاحظوا انه السؤال كتبنا is Ali، يعني is قبل Ali. بالستيتمنت من نحط Ali قبل is. يعني لو انها الان statement نقول مش is Ali، is Ali سؤال، لكن Ali is statement. اذا بنأخذ Ali is. سامي wanted to know why. المفروض نقول علي is، لكن احنا منحول is لايش؟ حولها للماضي. اذا why لاحظتوا علي بعدين is ومنحولها ل was. اذا علي was absent. اذا why ظلت why، علي ظل علي، و is حولناها ل was. لكن انتبهوا للترتيب، هنا is علي، هنا علي was absent. he said to me was علي absent. لاحظتوا هنا why لكن هنا ما في WH،
was I absent? هذا yes no question. إذا بنستخدم if أو whether. Sam asked me if Ali had been absent. أو Sam asked me whether Ali had been absent. الآن من وين أجت had been؟ had been بسيطة نعرف من وين. الآن علي الآن was الـ simple past. بنأخذ قلنا had من عنا، نجيب had من عنا. طيب جبنا had من عنا، بعدين بنأخذ التصريف الثالث من was. إيش التصريف الثالث من was؟ been. فصارت had been. إذا was الـ past perfect منها had و been. إذا had من عنا و been هي التصريف الثالث من was. Ali said to me, where is Ahmed living? لاحظوا present continuous. Ali asked me where Ahmed was. لاحظوا is Ahmed سؤال. المفروض أقول Ahmed is statement. لكن is منحولها لواز وبكمل. يعني أنا بس بحول is لواز وبكمل ing ما دخلني فيها. إن شاء الله تكون الأمور واضحة. طيب خلينا نأخذ التمرين هذا كالعادة. الآن ممكن توقف الفيديو وتحل التمرين. هذا تكملة التمرين. وهذا الحل. علي said to me, do you like milk? علي asked. لاحظت said صارت ask me. الآن do you هذا yes no question. إذا على طول بستخدم بدل do if أو whether. if I liked like بدها تصير liked، يعني أخذنا الماضي وحذفنا. إذا do نحذفها ونحول you ل I وبعدين like ل liked ونكمل. Sammy said where is your car today. Sammy asked me where هاي where. طيب your car بصير my car. لاحظت ما بخليها الإز قبل أو الواز، لا بصير بعدين سؤال، لا أنا بحولها is your car بصير my car was. إذا ماضي من is was و today ده صير yesterday. جمال said can you swim well. جمال wanted to know if أو whether. you بصير I وكان الماضي منها could وبكمل الجملة. ليلى said how does Mona go to school. ليلى wanted to know how. هاي how does شطبناها قلنا does و do did. تذكر هذا الكلام do does و did نحذفهم. طيب منى هاي منى شو الماضي من go went لأنه هذا does simple present بصير went وبكمل الجملة. جميل said why did the teacher take this book. لاحظوا معي جميل wanted to know why. هاي why did حذفناها دائما نحذفها، بس من الذكر انه وجود did هذا simple past. اذا على طول باخذ الفعل هذا had من عندي والتصريف الثالث منه عشان يصير past perfect. اذا had taken that يعني this بدها تصير that book. اذا simple past تحول ل past perfect زي ما قلنا. سعود said have you ever been to Mexico. سعود asked if لأنه have you ever هذا زي ما أنتم لاحظين present perfect و yes no question. إذا مستخدم if أو whether I. الآن have بحولها عفوا you بحولها ل I وبعدين have ل had. دير بالك ما تقول لي had I، لا لا I had لأنه had I سؤال وإحنا قلنا أي سؤال لازم يتحول لstatement. إذا I والماضي من have had وبكمل جملة عادي بدون تغيير. إذا التغيير اللي حصل على have. الجملة السابعة والأخيرة. سالم said why doesn't خالد like to speak English. سالم wanted to know why. هاي why doesn't منحولها ل didn't، بس انتبه انه doesn't جاي قبل خالد الآن بدها تيجي بعد خالد لأنها statement. لو خليتها قبل خالد didn't خالد ظلت سؤال وهذا غلط. why خالد يعني خالد قبل خالد ومنتحول doesn't ل didn't. إذا doesn't و don't بتحول ل didn't دير بالكم ما بنحذفهم، نحذف do does و did في السؤال لكن بالنفي بنحولهم. why خالد didn't like to speak English. أتوقع إن شاء الله يكون واضح. بهذا نأتي إلى نهاية الدرس الرابع من دورة تحويل الكلام المباشر إلى كلام غير مباشر،
وهي عناويننا للتواصل، وإلى اللقاء في الاختبار الشامل حول هذه الدورة بعون الله. وهذا خالد الخطيب يحييكم.